بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده طبق جديد للفراخ، ناجتس الفراخ بس باسلوب جديد. فاحنا النهارده عندنا 200 جرام من صدور الفراخ، ممكن تقللي من 2 جرام بس. عندنا هنا رغيف فينو احنا مقطعينه، عندنا بصله كبيره وعندنا ثوم. المايه دي كلها هنحطها مع بعض، نحط بس ملح وفلفل. عندنا هنا الكاري، وعندنا هنا الكاتشب، هنبدأ المكونات دي كلها مع بعضها ونبدأ ان احنا نضربها في الكبة ونرجع لكم نشوف الأوضاع. تبتريها بعد ما اتفرمت زي ما انتوا شايفين. عباره عن زيت، كده احنا خرجناها عشان تبقى سهله يعني وانت تشوفيها. ونبدا ان احنا بندهن طبعا الزيت، نبدأ نقصها في قالب مدهون عندها الفرن لحد اما تسيح. دي شكل النجيتس الصحية بعد ما طلعت من الفرن.